في موكب جنائزي مهيب شيعت قيادة السلطة المحلية لمحافظة ريما في عاصمة إقليم سبأ محافظة مأرب كوكبة من شهداء الجيش الوطني من أبناء محافظة ريما ريمة آل الأحمدي وشهيدين من أبناء السلفية الذين استشهدوا وهم يخوضون معارك التحرير في موقع العزة والكرامة ضد الميليشيا الحوثية الإيرانية. وفي موكب التشييع الذي تقدمه محافظ محافظة ريما اللواء محمد علي الحوري ومدير عام دائرة المشافي الجيش الوطني العميد ركن حيدر محفل وعدد من القيادات العسكرية والسياسية والأمنية، أشاد المحافظ الحوري بالمواقف البطولية العظيمة التي سطرها الشهداء الأبرار بدمائهم الزكية والطاهرة وهم يلقنون الميليشيا الحوثية الضربات القاسية والأليمة. وتقديمهم أرواحهم وأموالهم في سبيل الثورة إن شاء الله سيندحر الانقلاب إن شاء الله بجهود الجميع والرحمة للشهداء. احنا اليوم نشيع مجموعة أو كوكبة من شهداء ريمة من بيت الأحمدي ومن مديرية السلفية. ريمة قدمت أغلى ما عندها، قدمت القدر.